بسم الله الرحمن الرحيم. يتجدد بكم اللقاء في وحدة المماليك والعثمانيين. سنتطرق اليوم إلى المبحث الثاني، ظروف قيام دولة المماليك الأولى، المماليك البحرية. وقبل ذلك وللتذكير في عجالة نشير إلى أهم النقط التي تناولناها في الحصة الأولى. هذه النقط التي كانت حول ضعف الدولة الأيوبية والصراع بين أبناء صلاح الدين الأيوبي وعمهم العادل، هذا الصراع الذي كان وراء إقبال أكبر عدد للسلاطين الأيوبيين لجلب المماليك، إما عن طريق الشراء أو الأسر أو الإهداء. وسرعان ما نمت قوتهم وأتاحت لهم التطورات التي عرفتها كل من مصر وبلاد الشام نوع من الهيمنة العسكرية والسياسية ليتركوا بصمات واضحة في تاريخ المنطقة. وأضحى العنصر التركي عنصر مهيمن في الجيش الإسلامي، وكان من الطبيعي أن تتزايد أعداد المماليك طيلة فترة الصراع على السلطة. ومع تنمية قوتهم أخذوا يتدخلون في خلع الملوك وأيضا في تنصيبهم، ويبدو أن المماليك كان لهم دور كبير في المؤامرة لعزل السلطان الملك العادل الثاني ابن السلطان الملك الكامل وتنصيب محله السلطان الصالح نجم الدين أيوب، وذلك سنة 1239. الأمر الذي جعل هذا الأخير يوليهم مكانة وعناية خاصة واستكثر منهم في صفوف جيشه، وذلك خوفا من اجتماع الملوك الأيوبيين عليه، خاصة عمه إسماعيل. وأعطى حرية كبيرة للعناصر المملوكية حتى ضج منهم الناس في مصر، فاضطر أن يبعدهم عن السكان فبنى لهم قلعة خاصة بجزيرة الروضة، ويتخذ هذه القلعة مقرا لحكمه. وقد عرف هؤلاء المماليك بالمماليك البحرية أو الغز البحرية نسبة إلى جزيرة الروضة في دلتا النيل. وهناك رأي آخر يذهب إلى السبب في إطلاق هذه التسمية، إما لأنهم كانوا يطلق على نهر النيل خلال هذه المرحلة بالبحر، أو أنهم سلكوا الطريق البحري للوصول إلى من بلاد القوقاز وآسيا الصغرى وشواطئ البحر الأسود ليصلوا إلى مصر والإسكندرية ثم دمياط. وقد أثبت هؤلاء المماليك كفاءتهم والقدرة نتاعهم الحربية والمقدرة القتالية في التصدي للخطر الصليبي، والذي تمثله في هذه المرحلة في الخطر والهجوم الملك الفرنسي لويس التاسع ملك فرنسا ضد دمياط سنة 1249. وبالطبع لم تكن هذه الحملة الصليبية الوحيدة خلال هذه المرحلة، خاصة من نهاية القرن 11 إلى نهاية القرن 13، بل كانت هناك 8 حملات. كانت هذه الحملة ديال لويس هي الحملة السابعة، وفي الواقع شكلت هذه الحملة تهديد فعلي لمصر، فقد كانت الأخطار متعددة، خاصة أن هذه الحملة اتسمت بدقة ديال التنظيم وبوفرة الأعداد، وأيضا بالنسبة للتجهيز تجهيز عصري بالنسبة للمرحلة. ضف إلى هذا أن يترأس هذه الحملة ملك فرنسا شخصيا، وقد كان حينها من أعظم ملوك أوروبا وأكثرهم تدينا وتشددا للصليبيين. ضف إلى هذا ظروف الشرق الإسلامي، كما لاحظنا هناك صراعات في كل من مصر وبلاد الشام ما بين الأيوبيين. وأيضا ضف إلى هذا
الوضع الصحي للملك صالح نجم الدين، حيث كان يعاني من مرض، فعهد إلى وزيره فخر الدين يوسف قيادة الجيش ضد ملك فرنسا. وقد جاءت وفاة صالح أيوب في هذه الظروف الحرجة أيضا، شكل من أشكال اللي تصعب الأمور خلال هذه المرحلة. وإلا أن خلال هذا بعد وفاته ظهرت فجأة زوجته شجرة الدر، بعد أن قدرت خطورة الموقف، فأخفت خبر وفاة زوجها خشية تراجع صفوف المسلمين أمام الغزاة، وأرسلت في نفس الوقت في طلب ابنه الوحيد اللي هو طوران شاه من حصن كيفا. وقامت شجرة الدر بتدبير إدارة الشؤون العامة في هذه المرحلة الانتقالية بالاشتراك مع الوزير فخر الدين يوسف. وهنا غيبرز دور الممالك البحرية أو الصالحية، لأن أصبح على عاتقهم أمر مواجهة الجيوش الصليبية، وتولى قيادتهم فارس الدين أقطاي الصالحي نسبة إلى الملك الصالح. وفي هذه الأثناء سيصل توران شاه إلى مصر، وبالطبع سلمته شجر الدر مقاليد الأمور، واستطاع بمساعدة المماليك وقف الزحف الصليبي وأسر ملك فرنسا لويس التاسع. ويبدو أن السلطان الجديد توران شاه لم يكن السلطان المرغوب فيه أو المطلوب، فقد أساء سياسته مع المماليك بعد انتصارهم، وأعرض عن ممالك أبيه الصالحيين، وأهمل الأمراء والأكابر وأهل الحل والعقد، كما انهمك في ملذات الحياة ولهوها، وتنكر أيضا لشجرة الدر التي استخدمته والتي حفظت له ملكه، فنفرت منه القلوب، وغيتفق المماليك على قتله، وبالطبع ساندتهم شجرة الدر في هذه القضية. فضربه بيبرس بالسيف أثناء وليمة عشاء، قام سنة 1250 أي سنة بعد انتصارهم على الصليبيين. تلقى السلطان الضربة في البداية بيده فقطعت بعض الأصابع نتاعو، ثم فر إلى البرج الخشبي الذي أقامه على النيل، فتعقبوه وأضرموا النار في هذا البرج الخشبي، وألقى بنفسه من البرج إلى النهر فلحقوا به وقتلوه رغم استنجاده، فمات كما يقول المؤرخين جريح وغريق ومحترقا، وغض الجثة ديالو في العراء لمدة 3 أيام لم يجرؤ أحد على دفنها. وبمقتل توران شاه ينتهي عهد الأيوبيين، ومع انهيار الحكم الأيوبي استولى المماليك مع أولى سلاطين هذه المرحلة الانتقالية أمور السلطة. والواقع كان هناك مجموعة من الآراء، ويمكن تحديدها في 3 آراء تتعلق بنهاية الدولة الأيوبية في مصر وبداية عهد دولة المماليك. هذه الآراء هي كالتالي: الرأي الأول يرى بأن الملك الأشرف موسى الذي سينصبه فيما بعد المعز أيبك سلطانا هو آخر الملوك الأيوبيين في مصر، وقد كان هذا السلطان في 10 من عمره أي طفلا، حجبه الملك المعز واستقل بالملك. والرأي الثاني يرى بأن توران شاه هو آخر الملوك الأيوبيين في مصر، وأن السلطان شجرة الدر هي أولى سلاطين الممالك. والرأي الثالث، هناك من المؤرخين من يرى أن شجرة الدر هي آخر سلاطين الأيوبيين في مصر باعتبارها كانت زوجة صالح أيوب أي من الأسرة الأيوبية، ولم ينتهي عهد السلاطين الأيوبيين إلا بعد تنازلها للمعز أيبك عن السلطة، والذي يعتبر من هذا الشخصية الأخيرة هو أول من تولى السلطة من الأتراك في الديار المصرية. ومهما اختلفت هذه الآراء، وتعتبر فترة حكم شجرة الدر مرحلة انتقالية ما بين الأسرة الأيوبية والمماليك،
مهدت لقيام دولة الممالك البحرية التي أثبتت وجودها بخلخلة الوجود الصليبي بعد دخولهم إلى دمياط كيف قلنا في سنة 1249. وهنا نتساءل من هي شجرة الدر؟ شجرة الدر هي سلطانة مصر، وهي زوجة السلطان الصالح نجم الدين أيوب الملقبة بعصمة الدين أم خليل، وهي خوارزمية الأصل، وقيل أنها أرمينية أو تركية. كانت في الأصل جارية اشتراها السلطان الصالح نجم الدين الأيوبي، وكانت عنده علاقة خاصة ومكانة مميزة لها، فأعتقها وتزوجها وأنجبت منه ابنها الخليل. هذا الابن الذي توفي وهو صغير السن، كان لها دور كبير بعد وفاة زوجها الصالح نجم الدين أيوب كما رأينا في صد الوجود الصليبي وأسر الملكة لويس التاسع، كما عملت على تحرير دمياط من الصليبيين. وبعد مقتل طورانشاه تربعت على العرش ولقبت بأم خليل نسبة لابنها خليل. وهكذا أصبحت هذه الجارية أول سلطانة في التاريخ الإسلامي يخطب لها في المنابر ويدعون لها بالدعاء. وكان لها عز الدين أيبيك وهو من الأمراء أو المماليك البحرية بمثابة الشريك في هذه السلطة قبل أن يتزوجها وتتنازل له على العرش في يوليوز من سنة 1250 ميلادية. وتعتبر فترة حكم شجر الدر مرحلة كيف قلنا مرحلة انتقالية، تولت عرش مصر لمدة 80 يوم فقط ومهدت لقيام دولة الممالك البحرية. واستطاعت خلال هذه الفترة الوجيزة أن تأخذ صيغة بصيغة المؤنث يدعى لها في المنابر، وأيضا قامت بنقش اسمها على النقود المتداولة في ذلك الزمان بصيغة المؤنث، وكتبت عليها المستعصمية الصالحية ملكة المسلمين والدة خليل أمير المؤمنين. وهي في هذا كتدف إلى مسألتين، فهي تضفي على نفسها صفة الشرعية على حكمها بتسميتها بلقب المستعصمية إشارة إلى صلتها بالخليفة العباسي المستعصم، وبلقب أم خليل صاحبة الملك الصالح إشارة إلى صلتها بالبيت الأيوبي وبالضبط بالملك الصالح نجم الدين أيوب الذي كان زوجها. إلا أن هذا سيجلب لها معارضة سياسية واسعة، إذ لم يرضى الأيوبيين لا في الشام ولا في دمشق ولا الخليفة العباسي المستعصم بالله في بغداد بانتزاع عرش الأيوبيين في مصر وتنصيب امرأة هي شجر الدر، ورفضوا الاعتراف لها بسلطانها. فتفجرت مجموعة من الثورات الغضب رافضة جلوس امرأة على عرش البلاد، وقام العلماء والخطباء ينددون بذلك على منابرهم وأيضا في دروسهم. وغيرسل الخليفة العباسي المستعصم بالله من بغداد إلى الأمراء الذين كانوا بمصر يقول لهم إن كانت الرجال قد عدمت عندكم فاعلمونا حتى نسير إليكم رجال، بمعنى إذا ما عندكمش الرجال يمكن أن نرسل لكم رجل من عندنا. وأمام هذا الرفض لم تجد شجر الدر إزاء هذا الوضع إلا التنازل عن العرش للأمير عز الدين أيبيك، وتزوجته وتلقب باسم الملك المعز كأول سلطان مملوكي خلال هذه المرحلة. وكانت المدة كيف قلنا قصيرة التي قضتها، فكيف استطاع هؤلاء المماليك أن يبسطوا سلطانهم على مصر أمام هذه الصراعات الداخلية والأخطار الخارجية، سواء الخطر الصليبي أو الخطر التتار المغولي الذي سنراه فيما بعد، وهذا ما سنراه في الحصة المقبلة.